السلام عليكم، كيف حالكم؟ حابة نحكيك اليوم على تجربتي مع أستاذ ناصر في تعليم اللغة الإنجليزية. جيت لإسطنبول نحضر في الماجستير، لأسباب معينة تأجل الماجستير قررت أني نخش كورس لغة. من حسن حظي صدفني أستاذ ناصر ودرسني، عنده أساليب جميلة جدا لتعليم اللغة، دراسة سلسة سهلة تخلي الطالب بيستمتع وهو يحضر في المحاضرة. استفدت منه واجد، شكرا أستاذ ناصر وبارك الله فيك.